انه باش يغادر الاهلي المصري في مواقع مصريه. اللاعب هبط ستوري البارح كتب فيها ابقى قويا فقصتك لم تنتهي بعد. علي معلول سي وجدي عقده انتهى مع الاهلي في 30 جوان، مصاب هو توا، الفريق تخلى كأنه الفريق تخلى عنه في وقت صعيب وهو مصاب بعد سنوات كبيره من العطاء للفريق المصري هذا. يمكن لانه الغياب تاعو طال شويه والاصابه تاعو طولت شويه، يعني انا كنت سمعت في البريود الاول انهم كانوا ناويين يجددوا رغم الاصابه، فهمت؟ ما ننساوش انه النادي الاهلي بدا يفكر في حلول اخرى. لا ديجا جاب مغربي عطيه طله. ومن عمليه طلعت حكايه فتوح نتاع الزمالك. صحيح. فهمني؟ بعد جدد مع الزمالك. يعني النادي الاهلي قاعد يفكر، يعني بحكم السن نتاعنا علي معلول قاعد يفكر انه باش يلقى البديل يعني لعلي معلول، لكن الاصابه نتاع علي معلول ماهيش الخطورة الكبيرة اللي تخليه معناها باش يفقد امكانياته، ينجم يرجع لي معلول ويرجع لامكانياته، ما نقولكش 100% لكن نجم يرجع في الامكانيات اللي عودنا بها لي معلول. ونعرف لي معلول راهو علي معلول ولا اسطورة راهو في النادي الاهلي، راهو اسطورة معناها. شوف مشيت عمناه ولا مشينا الكيب ناسيونال جونيور نلعبوا في الكوب دافريك جايكم علي اللوتيل مالتيك جانا اللوتيل وكل شيء عاد قاعد شيخنا عليه يسلم علينا جاب حرارة. انا نقولك حاجة، لوتيل الخدامة الطباخة الناس كلها هبطت البحذانة للقاعة متاع المطبخ الرستوران يعني باش يتصوروا مع علي. عليك يدخل بلاصة من امبوسيبل باش ينجم يخرج معاش يهبط، قال لي معاش شعبية كبيرة. صحيح. ما عندكش فكرة هو اسمه كريستو مازال كيمشي معانا مازال كيمشي للأهلي الأهلي معاش يمشي للمول باش يقضي ولا باش يجري حاجات ما عادش ينجم يخرج. هما شعب عندهم تقاليد نتاع احترام النجوميه يكونوك من لا شيء. الحبايب كان جا غادي هذا ما يخليوش كارفور ما عادش ينجم يخليوه. نحس مختلفين علينا شويه، معناها هما عندهم يقدروا برشا ملاعبيه لا ويتبعوا برشا برامج رياضيه. انا طلعت مره بركه في تلفزه مصريه في الليل نحوس في الخليلي ولا حاجه هكا، العباد عرفتك معناها من ابريسيون واحده معناها يتفرج في البرامج بطريقة رهيبة. معناها علي معلول بصراحة من ناحية كرويا ورياضيا خلى بصمة كبيرة في الأهلي المصري أكثر حتى في المنتخب التونسي بصراحة. داير لهنا خرج لقطة الإشاعة علي معلول نتاع المنتخب مش علي معلول نتاع الأهلي. علاش؟ أنا نقول حاجة بركة، أول حاجة هو لقى هذيك راحة كبيرة ياسر كبيرة ياسر، حتى الأورغانيزاسيون دو جو والسيستم دو جو بازي برشا 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 على لي مالي او نيفو دو لا كوفرتور او نيفو دو البلاسمون ديفونسيف نتاعو، يعملوا الاحتياط يخليوه لي زاسي باش يطلع ويخليوا له لي سباس باش يطلع ويهيئوا له ظروف، يعني سيستم كله نتاع الاهلي كان 90% نتاعو بازي برشا على البارتي غوش. اور في المنتخب لا، المنتخب ما خرجناش من علي معلول لو ماكسيموم الكاليتي نتاعو بصراحه تامه. علاش بار اكزومبل كان ينجم يكون سخيري وسيسمو والعيدوني ونيفو دو لا كوفرتير على علي وخليه اكثر سايبو عليه حريه. كنت نلعب انا رير جوش كنت نلعب في السيوتي مع بعض مدربين يعملوا لي واحد سبيسيال باش هو يعمل لي كوفرتير باش انا نسايب الهبله نتاعي القدام ونشيخ كيما نحب، فهمتني ولا لهنا؟ هذاك علاش علي معلول في المنتخب احنا ما زغليناهش مش هو ما عطاش. هذا شحبت نقول انا مقتنع تماما بالكلام هذا. بارك الله فيك سيد احمد تحس فما وجيعة في الكلام نتاع علي معلول كأنه فما انغراتيتود من الأهلي. شو أنا في تقديري علي معلول صنع مجدا وصنع تاريخا في النادي الأهلي، تقريبا ملاعبي ساهم في فوز الأهلي تقريبا 20 لقب بين رابطة أبطال أفريقيا، كأس مصر، بطولة مصر شارك تقريبا 5 مرات والاستمرت في بطولة العالم للأندية. يعني اللي ألم شنو هو طريقة خروج علي معلول من الأهلي، طريقة موجعة وموجعة جدا. النادي الأهلي لم يقدر علي معلول، فما حاجة زاد يتحمل فيها علي معلول مسؤوليته هو ما عرفش يختار الوقت المناسب للخروج، وهذه عادة تونسية. في خروج من الأهلي هو وفيه كونتراتو وهو مصاب خلينا نكمل لك مش هو اختار علي معلول
وبعض اللاعبيه والمدربين التوانسه ما يعرفوش يختاروا الوقت المناسب للخروج. انت مثلا فما مدربين تلقاه ما ياخذ شامبيونز ليغ ولا زوز يكمل ان يخرج من الشباك، ما نعرفوش نختاروا. علي معلول كان من الافضل انه يخرج وهو في طمكه في النادي الاهلي، مش يقعد على ليست داتونت يخلوه معناتها في حاله انتظار وما يقيدوش في القائمه الفريقيه. يا مرا اخي مش نحكيوا على شكون يا مروان، يا مروان احنا مش هذاك موضوع على وش يلقى على النادي الاهلي شنو ريال مدريد يخلصوا برشا انا ما عادش حس راهو انا نخرج يا مروان يعيش خويا علي معلول عنده لي كاريتي تصور جهه ممتاز السعودي وما مشاش يخلص حتى يا اخي سامحني سامحني هاك شفت اسمع مش يكون اسمع ما تكلموش مع بعضنا فقط فقط خلي خلي احمد خلي احمد مروان مروان خلي احمد يكمل يا مروان انا لا يا ولدي رانا اللي يهمنا لا في بوتريكا لا في بو عجينه إيه احنا نحكيو على ملاعبي ما عرفش يختار الوقت المناسب باش يمشي يخرج صارت بليسير عاد هو من شو احمد قاعد تعاود فيها وهو ما اختارش ما اختارش هو معناه مش هو اللي يختار هو هو عقده انتهاء والاهلي حتى من قبل ما يجدد عليه معلول قبل بعام وعامين فما تلكؤ في تجديد العقد نتاعه وطالت ان معناتها النيغوسياسيون هو احرجهم بمستواه في الفتره الاخيره هو فرض نفسه بمستواه خاطر بالنسبه لهم هم عليه معلول كبر ما تعرف الاهلي مؤسسه ما عندهمش العاطفه الاصابه جات في وقت خايف هو عليه معلول ما التقتش اللحظه اخويا انا سايف في الكونترا نتاعي لوج ايور وفما انديه سعوديه واماراتيه وقطريه كانت تجري ورا علي معلول الى حد انه تصاب حتى بعد الاصابه الى اي تي سوليسيتي بعديد الفرق لكن هو فضل الاهلي فضل على حب يقعد في الزون دو كونفور نتاعو في منطقه الرفاهيه نتاعو في الاخير راهي وجيعه كبيره انك تخرج بالطريقه ذي خاطر المدرب قال ما عادش حاجتي بيه علي معلول ويحب في بلاصته هو بلاصه ترونجي يجيب ان جوور اوفونسيف جاب جا يحيى يعطيه طلع لا لا مش نحكي على نحكي على بلاصه علي معلول بلاصه ايه هو زاد حتى ايترونجي جابوا المغربي هو يحب زاد انا في حاجه يا احمد بربي يا احمد باش نقول مروان ولدي مروان باش نقول له راه مش كل شيء فلوس اللي قالوا زاد احمد مهم ومهم جدا حتى الملاعبيه نتاعنا مش حتى في الميدان الرياضي حتى في الميدان السياسي لازمك تعرف وقتاش تخرج يا صاحبي مش حكايه فلوس جامي مش مربوطه بالفلوس وش كون قال جات الاهلي هو قبل ما اسمعني يا سيدي علي انتم خلينا نفهموا حاجه برك مش العباد ما غلطوش العباد هو بريسك مازالوا عام في كونتراتو وجات معناتها فما حاجه جات عروض من الاهلي ما حبش يخرج هو عنده تشامبيونز ليغ مع الاهلي ويساعده يقعد في الاهلي جاتوا لي بلوسور حتى الاهلي ما عادش تخمم فيه نحكيو على ملاعبي 34 سنه خلينا ناخذوه بالمعقول علي معلول كان اسطوره كما تحكيو انت في الاهلي والاغلبيه شوفهم جوارات الاهلي ما يخرجوش من الاهلي برشا من العبيه تعديت وما مشاوش للاوروب للخليج لحد شيء خاطر الاهلي راه يتخلص مليح وعلي معلول من حظه اليوم جاتوا لي بلوسور في 33 سنه خاقولوا خاطر فما عبيد جاب ربي هو معناتها جاتوا ضربه في فانت كارير خلقوله واليوم الاهلي قبل حتى ما يتضرب عليه معلول وما زالوا عام في الكونترا بتبيعتهم يخموا مش ينحيوا عليه معلول كبروجي سبورتيف يحبوا زيد المصلحة الجادة الجمعية من حقهم ما اليوم عليه معلول ما قصرش كما قولوا حتى أمور كروية وأمور مادية يا ربي لك الحمد وانا كجوار ونعرف تقولي انت كملاعبي ما احترمتوش الاهلي وما خرج من الباب ولا من الشباك هذيك هي جوارات في تونس ولا في البرة راهو مش نكلمك هذاك علاش خويا هذايا الكل رانا نحكيو فيه كله زايد الملاعبي راهو نهار اخر حتى الملعبيه اليوم تكور روحك وتكور اللي تحب انت مي هذايا الحكايه باش تقولي ما عندناش فرق اليوم قاعده تكرم في جواراتها مي برافو احنا نحكيو موضوع هذا ما نحكيو على مسيره تعليم معلول مشرفنا تعليم معلول سمحني على الكاريير اللي في برنامجه في برنامجه يكمل كاريره في الاهلي أيه. يقول لك انا جي 34 حتى كي نكمل 35 كون يزي ما نحبش بعد سيف علق منجل كما يقولوا لقى راحته في الاهلي لاعب اسطوري في الاهلي الاستاتستيك الكل فهمني في صالحه هو في الكره لي با ديسيزيف لي باس ديسيزيف فهمني كره حاسمه تمريرات حاسمه في الاهداف في كل شيء يعني في المشاركات في التيتروات كل يقول لك انا ما عادش نجم نلقى اجواء اخرى ولا محيط نجم نكور فيه خير من الاهلي ما عادش يقول لك انا في 35 كون الدرجه الرياضي التونسي الكونتاكت علي معلول ونجيبه ونعمل له كونترا في جونفي خاطر معلول ما علي معلول مازال ملاعب كبير ويرجع من الضربه وقادر على تقديم الاضافه للدرجه الرياضي التونسي وقادر انه يفك مكانه حتى في المنتخب انا كنت على الاسبيرونس حاب تعملها باربيك هكا ما قد ما تعمل الاسبيرونس خاطر علي معلول ودرشو مازال فيه 4 هكا ليت كيف الخم اليوم كي تحكي يا ودي علي معلول ترجي في حاجة لعلي معلول وعلي معلول زادة انت كلمت لولاد فقط ملاحظة لولاد ما نتكلموش مع بعضنا راهو العباد ما نسمعناش خمسة
لا ماكمش تسمعوا فيا ما نتكلموش مع بعضنا نعمل ما تسمعناش خليه يكمل خويا وبعد علق تو ولك على كل واحد يعطي رايه تبلنج عليه انا قلت لو كنت جيت مسؤول في الترجي التونسي انا علي معلول اذا كان ليبر نجيب علي معلول خاطر الترجي بحاجه الى ملاعبي باللي كاليتي نتاع علي معلول وعلي معلول يشرفه كثير انه بعد الاهلي المصري يلعب في الترجي الرياضي التونسي العظيم هذا عادي معناتها المصلحه معناتها مصلحه مش تكمل عمل هنا هو متيم بحب السي اس اس يقول لك انا اختك من المتيم هذه نكمل الفكره نتاعي يقول لك انا ستة شهور والا عام باش نعمل في الترجي باش نخسر محبه جمهور السي اس اس انت ستراندر السوايح قد ما عطاه للسي اس اس اليوم معناها كان نقطه كحله انه مشى للترجي اوكي احتراف لكن تصور علي معلول يخمم بالطريقه هذه راهو لاعبي كومبيتيتور سامحني لهنا نحن في تونس بصراحه تامه منوليو محترفين بتم معنى الكلمه كي نغيروا العقليه هذه راهو جوار يحب انا ولد السيوتي غدوه جاتني الاسبيرانس يمشي الاسبيرانس ولا الكلوب ولا استاد ولا اي جمع ولا بيجا ولا هذا مكتوب نمشي على روحي نخدم هذه خدمتي راهو جوار توا ماذا بينا حتى في الاعلام ما عادش نقولوا العب نقولوا قاعد يخدم هذه خدمته صحيح 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 اما العقليه حتى في العالم مش كان في تونس علاش اخترت له كل سبيرانس علي برجعش سبيرانس علاش تشامبيونز ليغ انا تاع كاس العالم سبيرانس واحد الشان الريهات سبيرانس عنده راجل مستانس عليه مستانس بالرهانات الكبيره مع الاهلي يلقاه كيف الاسبيرونس في تونس تحبوا نتذكره لا في فانت كل في وبا لا لا واضح رهان كاس العالم تشامبيونز ليغ سوبر كوب سوبر ليغ يلقى روحه كانه كان في الاهلي لا بتبعتوا هسه ترويته شبعان 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 بديش ما رجعش لتونس باش